والمصريون في الخارج يبدأون التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. الوطنية للانتخابات تعلن عن تيسيرات للوافدين وذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في الاستفتاء. رفض روسي أمريكي لمشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة في ليبيا. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري جديد يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. يدلي أبناء الجالية المصرية في دول نيوزيلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية واليابان والصين والهند وبعض دول شرق آسيا بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال سفير مصر في نيوزيلندا طارق الوسيمي لإكسترا نيوز أن هناك إقبال على التصويت من قبل الجالية المصرية على استفتاء التعديلات الدستورية منذ أن فتحت السفارة أبوابها في تمام الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي. وفي أستراليا فتحت 3 لجان أبوابها في سيدني وملبورن وكانبرا أمام الناخبين المصريين للتصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وأكد سفير مصر في أستراليا محمد خيرت لإكسترا نيوز أنه تم تنظيم حملات على مواقع التواصل الاجتماعي ودور العبادة من أجل تعريف أبناء الجالية المصرية بالتعديلات الدستورية متوقعا إقبالا كبيرا على التصويت. وأضاف أن جميع الترتيبات تم إكمالها على أكمل وجه بالتعاون مع السلطات الأسترالية لتيسير عملية التصويت. قررت الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص لجان انتخابية خاصة للناخبين من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم، كما تم لأول مرة طباعة بطاقات اقتراع بطريقة برايل حرصا من الهيئة على أن يحرم أي ناخب من الإدلاء بصوته والمشاركة في أداء واجبه الوطني. ووفقا للقانون فإنه يحق للناخب الوافد التصويت في أي لجنة انتخابية، حيث قررت الهيئة أن يكون هناك صندوق للوافدين بكل لجنة مع تقديم إثبات شخصيته للقاضي باللجنة الانتخابية لإثبات حضوره في كشوف الوافدين باللجنة. دعت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع الناخبين في كل المحافظات إلى الدخول لموقعها الإلكتروني الرسمي www.elections.eg للاستعلام عن لجانهم الانتخابية وموقعها ورقم اللجنة الفرعية وكذلك الرقم في الكشوف الانتخابية من خلال إدخال رقم بطاقة الرقم القومي المكون من 14 رقما. أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان قرارا بإعفاء وكيل وزارة الخارجية بدر الدين عبد الله من منصبه. وأوضح الناطق الرسمي باسم المجلس الفريق شمس الدين كباشي أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا صحفيا عن الأعداد لزيارة وفد قطري إلى البلاد دون علم المجلس العسكري الانتقالي أو رأيه، مشيرا إلى أن بيان الخارجية لا يعبر عن الموقف الرسمي للمجلس الانتقالي. رفضت الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار في مجلس الأمن قدمته ألمانيا ودعمته بريطانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النيران في ليبيا. وقال دبلوماسيون إن البعثة الروسية رفضت إلقاء اللوم على الجيش الوطني الليبي في التصعيد الأخير في الأزمة الليبية، مؤكدين أن واشنطن رفضت رفضا قاطعا تأييد مشروع البيان الألماني ودعت إلى وصول غير مشروط للمساعدات الإنسانية في ليبيا. لمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. دمتم في أمان الله، سالمين.